اهلا وسهلا ومرحبا. البحكم قلتكم بان النيابه العامه عودت لنا واحد البلاغ، قالت لنا بان الدكتور مراد صغير نهار 8 نوفمبر جابت واحد لومبيرونس ديال الوقايه المدنيه، قالت لك لقاته ملح في الزنقه، الدنيا معمره بالكاميرات، كاين مشكل، وجابتو للمستشفى. قال لك الدواء واه وطلقوه، اللي حس راسو مزيان حتى بحالو، ما طلبولو لا بطاقة تعريف والو. هادشي اللي كتقول النيابة العامة، ما عطاش السمية ديالو. ثانيا نهار 11 نوفمبر الدكتور مراد صغير دخل للمستشفى على رجلو، قلت لكم البارح على رجلو، دخل على رجلو قال لك ما كيتنفس مزيان، وفات واحد الوقت لا غدا ومات له نهار 12 نوفمبر وما قدمش الهويه ديالو، ما بينش الهويه ديالو، ما قالش شكون هو. هادشي الاخوان غريب، هادشي غريب بزاف، هادشي مكتوب من طرف النيابه العامه ديال طنجه. ودابا غتسالوا معايا هما الناس المتتبعين ديال الدكتور مراد صغير، شنو التخربيق هذا؟ شنو هاد القصة هذه؟ شنو هاد الدكتور؟ شنو هاد التلاعب؟ السيد مسجل المرض المستشفى ما قدمش الهوية ديالو، ودابا خصنا نسولو شكون هاد الشكوى هذه اللي كتقدمت ضده، وهي بحال اللي كنت قلت لكم تهديد الأمن الداخلي للوطن وتحريض المغاربة على إسقاط الملكية. واش نتوما كتظنوا بأن الدكتور مراد صغير الله يرحمه كان غادي يهدد الأمن ديال البلاد وغادي يحرض المغاربة ضد الملك؟ وبعد شكون هذا السيد هذا اللي قدم به هذه الشكاية؟ شكون هذا الشخص هذا اللي قدم هذه الشكاية ضد مراد صغير؟ وما كاينش غير شخص واحد، بحق هو قال لك انا عندي واحد السميه، واحد السيد سميتو محمد بن العاشر، قال لك من وجده، هو مقيم في اسبانيا، وقال لك هاد السيد هذا مع شي اشخاص اخرين، ما عطاناش السميه ديالهم، واحدين في طنجه، واحدين في وجده، واحدين في الدار البيضاء. هذا باش يكون هاد بن العاشر، واش هاد بالعشير ولا بالعشير موجود اصلا؟ ولا ايه فين هو؟ وشنو هاد القصه هادي؟ شنو هاد الشيء القصه ديال تفرقه مكافحه الجريمه الالكترونيه ديال وجده؟ طبعا الفرقه هادي خص تشرح لينا، تقولنا فين هما هاد الناس هادو؟ فين هما الناس ديال طنجه؟ لا بعدا فين هاد السيد هذا اللي كان في اسبانيا؟ وفين هاد الناس ديال طنجة؟ وفين هاد الناس ديال وجدة؟ وفين هاد الناس ديال الدار البيضاء؟ وسورتو بحق ديك السهر ديالو، فين هما هاد الناس ديال الناظور؟ هو ما كيهضرش على الناظور، دابا السهر ديالو هو اللي قال لك كاين شي ناس كانوا استدعوه في الناظور. أنا كنظن البوليس عندهم السميات، عندهم العناوين ديال هاد الناس، فين هما هاد الناس هادو؟ واش تسنتونهم؟ واش النيابة العامة ديال طنجة طلبت من الشرطة القضائية ديال طنجة ولا ديال وجدة ديال الليكان ولا ديال الدار البيضاء ولا ديال النظر باش يتسنتون هاد الناس؟ وبعد أنا ما فهمت أنا كيفاش هاد فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية ديال وجدة والنيابة ديال وجدة غادي يقدو بعدا يرفعو ولا يحطو ولا يتسنتو لشي واحد بناء على شخص، واحد الدعوة ديال واحد الشخص كيعيش في الخارج. كيفاش كتب لهم؟ واش عندو شي محامي؟ فين هو هاد المحامي؟ وكيفاش بعدا هاد النيابة ديال وجدة غتجيو غتمنع من مغادرة التراب الوطني واحد السيد؟ علاش؟ علاش واحد السيد ساكن في هو من وجده وساكن في اسبانيا وكتب لها؟
انا نعطيكم واحد المثال سهل. بس قلت لكم واحد الدوله بوليسيه عقلتوا نتوما هذيك المثلي ديال ملاكا هذيك الضحماني هذا كان كيعمل فيديوهات كيسب الملك ما عندي فيديوهات ديالو كيسب الملك باقدرش انا نشر لكم الحكاين البلاصه فين هما هذا السيد هذا الضحماني كان كيسب الملك وشي كلام قله الحياه ديال قله الحياه ما عمرو استدعوه هذا السيد هذا كان كيسب الجيش المغربي وغنعطيكم انا واحد الخبر الجيش الملكي كتب رساله للملك كيتشكى بها بالضحماني والنيابه العامه ما دير رباط ولا فين ما كان ما عملت والو ما استدعتوش والضحماني كيدخل ويخرج من المغرب ويقول لك لا لا ما كيحتاجش شكايه ضده ضد هذا الضحماني لا لا جا واحد المحامي رئيس ديال واحد الجمعيه مغربيه مشحط الشكايه امام النيابه العامه في الرباط الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه ما عمرها عيطت له وكيدخل وكيخرج المغرب الضحماني انا نعاود انا ما كنطلبش زعما يعتقلوا انا غير نعطيكم واحد المثال الضحماني اللي سب الملك وقال شي كلايم وا سوبر ايبر قله الحياه على الملك ما كتعرفوا شنو كيقول على الملك ما عمو قالوا شي حاجه علاش علاش شي واحد الفوق قرر بان الضحماني ديك اللي كيعيطوا له هما المثلي ديال ملاكا عنده الحق باش يسب الملك والناس الاخرين ما عندهمش الحق ينتقدوا الملك هادو اللي كينتقدوا الملك نديهم الحبس وهذا اللي كيسب الملك ما نعملوا له والو ودابا رجعوا لديك المتهمين ديال الدكتور مراد الصغير الله يرحمه انا كنشك يقول لك هاد المتهمين هادو اللي اتهموا الدكتور مراد الصغير انا كنشك ما كاينينش ولا كاينين خصا النيابه العامه وخص الشرطه القضائيه ديال طنجه تجيبهم لينا هي عارفاهم شكون هما ياك ولا ما كاينش حنا عندنا واحد المشكل شنو هذا المشكل هذا هي هذه واحد التقنيه ديال ديك المتهمين ولا ديك الشهود اللي مجهولين كيستعملوهم باش كيداروا في عباد الله انا نعطيكم واحد المثال هذا واحد الصحفي في تيروان في الوقت اللي كان الجنرال حميد العنيقي كان هو رئيس ديال المخابرات المغربيه كان في ديك الوقت كان داز البوليس كان داز الاداره الامن وكان الثاني ديالو شكون هو واحد السيد سميتو شنو عبد اللطيف الحموشي هما اللي كانوا كيهنزو كيطبخو كي هذا الحبس هذا نعملو له هذا امروا عليه وهذا نعملو له دونك الجنرال حميد العنيقي واحد النهار هذا الصحفي في تطوان كان جالس قلق في دارو وجا عندو البوليس وشدوه في حالة اعتقال وداوه له باش يستنطقوه فين في البين بي جي ديال الدار البيضاء شمن عام في غشت ديال 2003 قال لك شنو هذا تهمه شنو هي التهمه قال لك واحد السيد جالس في واحد قهوه دالاس تطوان وقال لك سمع شي واحد كيهضر كيتكلم بوحدو قال له من ديك الصحفي هذا الصحفي اللي اعتقلتو هاد البين بي جي قال لك عطاوه شي مليون سنتيم 10000 درهم هذا واحد السيد سمع شي واحد كيهضر على هادشي هذا قال لك تسنتو لهم هما في التليفون هادشي اللي كتقول البين بي جي تسنتو لهم قالوا لهم اعتقلوا هاد الصحفي نجيبوه عندهم حجه وملي جا هاد الصحفي في الباب ديال البين بي جي في الدار البيضاء شكون لقى في الباب قال جينا غير حميد العنيقي المدير العام في ديك الوقت ديال اداره الامن هو كان كاع الشاف واخا ما عندوش هاد لو بوست كان هو الشاف كاع الحقيقي ديال الدي اس تي الدي اس تي اللي كان هو المدير العام ديالها غشت ديال 2003 علاش اعتقلوا هاد الصحفي هاد القضيه ديال مراد الصغير علاش اعتقلوا هاد الصحفي الصحفي كان كيخدم في الدوسي ديال منير غماش واحد الامبراطور ديال كاع الشاف ديال الاباطره ديال المخدرات كان في ديك الوقت في شمال المغرب حكموا عليها ب 20 سنه ديال الحبس
وهذا المدير غماش كانت عنده واحد مذكره بحث وطنيه قدر يخرج من المغرب اوفيسيالمون رسميا، ولكن وهذه كنت عارفها انا في تطوان، وانا غماش كان كيخرج ويدخل من باب سبته كيحتاج شي مشكل. واحد النهار واحد الشرطي سميتو ناصر، وجا واحد العميل ديال الدي اس تي باب سبته سميتو الابراهيمي، واعتقلو منير غماش واعتقلوه باش يديوه الحبس. هما غاديين به وصونا التليفون، صونا التليفون واحد السيد عنده مذكرات عرفتي بحث مخصوص يخرج المغرب، هو كان خارج واعتقلوه وداوه. هما غاديين وصونا التليفون، شكون هو؟ مدير الديوان ديال الجنرال حميدو العنيكري سميتو عرجون، وقال ديك ناصر وديك ابراهيمي قال له طلقوا السيد. السيد كان على عنده مذكرات بحث، طلقوه. قال لكم الجنرال حميدو العنيكري طلقوه. ولا غدا لا غدا حميدو العنيكري كان في تطوان. علاش هادشي؟ علاش ديك الصحفي كان كيضايق على الجنرال حميدو العنيكري؟ كان هو في ديك الوقت كان هو متخلف هادشي ديال البنيه السريه ديال ديك الوقت، ولا نقولوا العصابه ديال ديك الوقت. وملي قدموا هاد الصحفي امام قاضي التحقيق وجاب ديك الشهود قالوا حنا ما كنعرفوش هاد السيد هذا، هاد الصحفي ما كنعرفوش، علاش جابونا هنا؟ حنا ما كنعرفوش، حنا ما قلنا والو، ما قلناش سميه هاد الصحفي. علاش الاخوان علاش؟ باسكو ديك الصحفي كان غيخرج واحد الخبر فيها منير غماش عطى مليار و600 مليون للجنرال حميدو العنيكري. كاين واحد القضيه اخرى عاود، القضيه ديال زكريا ممني. زكريا ممني كان واحد النهار مشى كيتشكى في ديك القصر الملكي اللي كاين في بيت فرنسا، قالوا له واخا انت غتشوف، ودخل المغرب وجابوا له جوج الناس غير السميات ولصقوا له واحد التهمه، قول واحد التهمة وداوه لواحد القاعة عديلة، واحد المحكمة كانوا قال لك سماح القضاة ما عندهم ديك القفطان، وحكموا عليه، حكموا عليه بلا محامي بلا والو، والبيبان ديال المحكمة مغلوقة. دونك علاش؟ باسكو زكريا مومني كان كيضايق على محمد منير المجيدي وعلى الملك، بحال ديك الصحافي كان كيضايق على الجنرال حميدو العنيكري. دونك كيجيبو مجهولين، الناس ما كيعرفوهم حد، كيقولوا لهم غاد اما غتشكاو بهم اولا هما كيخترعوا كاع ديك السميات وكيلصقوا لعباد الله التهمه. وإلا كانوا هاد الناس هادو اللي شكاو به الدكتور مراد الصغير، هاد الناس اللي اتهموه ولا كاينين يبينهم لينا؟ ما كاينش، كاين هنا مؤامرة ضد مراد الصغير، هادي باينة سهلة، هادشي في يد البوليس وفي يد النيابة العامة. كيفاش غتهمو نتوما السيد مراد الصغير، الدكتور مراد الصغير الله يرحمه، تهديد الأمن الداخلي للبلاد وتحريض المغاربة على إسقاط الملكية بلا حتى شي أدلة؟ فين هادشي كان مكتوب؟ شمن فيديو؟ فين فين؟ هادشي اللي كان كيقول لي انا الدكتور مراد الصغير، قال لي انا ما عرفت انا علاش كيتكلموا، علاش كيتكلموا لي هاد الناس؟ شكون وشكون هما بعد هاد الناس هادو؟ شكون هاد بالعاشر؟ شكون هاد الناس اللي كاين في طنجة؟ شكون الناس اللي كاين في الدار البيضاء؟ شكون هاد الناس اللي كاين في اسبانيا؟ والناس كاملين كيعرفوا الدكتور مراد الصغير كان وطني، كان ملكي، ما عمرو انتقد الملك مراد الصغير، ما عمرو انتقد الملك. انا كنظن بان البوليس الشرطه ديال عبد اللطيف الحموشي عارفه بان الاتهامات باطله. كاين شي ناس الفوق باغي الخدمه في هذا السيد، وانا عاود كنعاود نسائلها عاود عاود نعاودها ريبيتيسيون ديال اخو هذا اش راح السيد كيسميوه هذيك قلت لكم ديك الميتلي د مالاكا، وسب الملك في الفيديوهات، ما عندي الفيديوهات، سب الملك واحد السب شنقول لكم، سب الجيش المغربي. هاد الدحماني هذا كيظهر لي جزائري بحال كان ساكن في المغرب، وقال لهم هاد الدحماني في واحد الفيديو والله يحفظه صافي، قال لهم العسكر ديال الجزائر ديالو ديال الجنسيه ديالو غادي يعملوا العسكر ديال المغرب. شنو غادي يعملوا لهم؟ افهموا نتوما
وقلت لكم انا الجيش المغربي كتب واحد رساله للملك دابا كيتشكى بالتحماني. ما وقع والو علاش ما وقع والو؟ ما جاوش تعليمات من الفوق، النيابه العامه ولا في نيابه فيما كانت ما عملت والو. الدحماني كيدخل وكيخرج المغرب وكاع عاود لكم قال لكم انا عطوني سلسله ديال التهم. هاد السيد هذا اللي كيسب الجيش المغربي وكيسب الملك عطاو له سلسله ديال التهم، وعنده محامي كيتكلف له القضايا ديالو. ودابا غتسولوا معايا تقولي دابا علاش هادشي وقع للدكتور مراد صالح؟ علاش واحد السيد ضيف كنتو كتعرفوه سي زعما غزال الحقيقه هي يعني. انا غادي نحاول نشرح لكم، نحاول باسكو شي صعيب. انا قلت لكم كل شيء في يد البوليس سي مخابرات، البوليس المغربي والنيابه العامه جيبوا لنا هاد الناس هادو اللي اتهموا هاد السيد هذا، وفين هي الادله؟ شي واحد الفوق قرر فوق سيديك ولايه الامن طنجة ولا ولايه الامن ولا ديك الفرقه ما عرف ديال الجرائم الالكترونيه، لا شي واحد الفوق في الرباط قرر بان خصنا نسكتوا هذا الدكتور مراد الصغير. علاش الدكتور مراد الصغير كان وطني ما كينتقدش الملك، ولكن كان كينتقد واحد الحاشيه قديمه ديال الملك، قديمه ماشي جديده. الجديده هما ديك اخوه زعيتها. الدكتور كان كينتقد ديك الحاشيه القديمه ولكن كان كيدافع على الملك. وشنو هي هاد الحاشيه القديمه؟ هو ما كانش كيقولها، ما كانش كيكتبها، كينتقدها بحال ما كيكتبهاش. هي البنيه السريه، هي البنيه السريه. انا كنعتقد بان الاشخاص الذين تسببوا في هاد المشاكل ديال هاد المرحوم هما كانوا باغيين يعرفوا شي حاجه اللي هو عارفه، كانوا باغيين يعرفوا شنو من العلاقات باقي عنده الدكتور مراد صغير مع قياد في الجيش المغربي. واخا هو خرج من الجيش باقي عسكري، انا قلت لكم مشى بديك اللباس ديك الزايد العسكري ديالو حتى الوجده. ايوا قرروا، قال لك اما غادي باش يعطينا ديك الخبر اما غادي نكسروه اما غادي نرجعوا له الحياه ديالو صعيبه، اما غادي نطيحوا له المعنويات ديالو، اما غادي نهدوه بالحبس، اما غنهدوه بالقتل وزيد، اما غادي نسبوه في شي اكتئاب ديبرسيون نيرفوز كنطيحوا على الله. شوفوا الفيديو ديالو الاخير، شوفوا الفيديو ديالو الاخير شنو كيقول اللي دابا نشرح كلشي لجابه. شوفوا كيفاش كيضايقوا عليه، شوفوا كيفاش كيقول هو في الفيديو الاخير كيقول لهم انا ما غاديش ننتحر، انا عادي انا نورمال. وعامل واحد الموبل بلوكي الباب ديال الدار ديالو، وكنسمع الناس كيدقوا له الباب. البوليس بعثوا له البوليس، هو مبلوكي الباب ديال الدار ولا ديال المكتب ديالو ولا ديال ديك لا كلينيك ديالو، الباب مبلوكي. شفتوها في الفيديو، شكون اللي غادي يجي غادي يبلوكي الباب ديال الدار ديالو باش ما يدخلولوش الناس؟ شكون هاد البلاد؟ واحد الشخص محاصر ومضطهد، ان هوم بيرسيكوتي تابعينه كيضايقوا عليه. دابا هادي واحد الايامات خرج واحد الفيديو غادي يروح السيد قال لك هو الصديق ديالو، قال لك لا المغاربه ما كيقتلوش. واخا انا اللي يهمني في ديك الشهاده ديال واحد السيد في طنجه قال لك هو الصديق ديالو، قال لك شافوه في واحد البلاصه قال لك لابس مزيان، هو ما عارفش فين هو وشكون هو. هذا كيعاود واحد الصديق ديالو قال لك واش عطاوها شي كينه، واش عطاوها شي حاجه،
شنو عطاوه؟ انا كنعقل في اوائل هذا القرن كان الجنرال حميد العنيقري اللي كان في ذاك الوقت كان الشاف ديال الدي اس تي كان دخل المغرب كان كيستعمل ضد ديك الاسلاميين اللي كيقولوا هما الارهابيين هذا كيعطيهم واحد الدواء باش كيجعلهم كيقولوا الحقيقه وتصح الدواء كاين هذا الدواء كاين كتشرب الدواء هذا وكتبقى اللي كيطلبوا لك كتقول له ما كتكذبش واش عطاو الدكتور مراد صغير الدواء وما صدقلوش دابا هاد السيد هاد الشهادة اللي كيقول هو الصديق ديال الدكتور خرج قال لك شافوه في الزنقة لابس مزيان وما عقلتش فين هو ما عرفش كاع هو لا شكون هو وفين هو دوك انا عندي واحد النظرية نقدر نحاول نفسر بعد هاد الوفاة ديال الدكتور مراد صغير النظرية ديالي نقدر نخطا لقد النظرية ديالي انا قلت لكم الحقيقة في يد البوليس وفي يد النيابة العامة انا كيبان لي هذا الدكتور مراد صغير اعتقلوه ولا اختطفوه ديك الناس اللي جاوا قال لك من النيابه العامه هما بغانيين بوليس شدوه ديك الناس اللي كانوا باغيين يديوه قال لك القهوه باش النيابه العامه القهوه انا كيبان لي هاد الناس هادو داو هادشي بلاصه وعذبوه نفسيا عطاوه شي حاجه وكيظهر لي زيروا عليه شي شويه وجاتو شي ازمه وحصلوا والمغرب الاولى شنو وقع وقايه لاحوه في الزرقاء بالحق جات واحد لومبيلوز ديال الوقايه المدنيه شداتو داتو المستشفى ولا هما كانوا معاه نهار 8 نوفمبر اللي فات ايوا داو المستشفى الدواء وخرج ما قدموش البطاقه التعريف ما جاش ما قلوش انا ها هي بطاقه ديالي دونك هو كان دون ان سكوند ايتا دونك هو كان في واحد نيتا سكوند غايب كاع والنهار 11 عاود مشى للمستشفى ولا مشاو معاهم المستشفى وما قدمش البطاقه تاعك الوطنيه ديالو ونهار 12 مات في المستشفى دكتور مراد صغير كتب في ديك التدوينه ديالو قال لهم انا البوليس في ولاية الأمن ديال طنجة كيطلبوا مني نسب الملك هادشي مكتوب وكان البوليس كانوا خصهم يعيطوا ليقولوا كيفاش ولصقوا لك واحد تهمة أخرى أنا كنعرف كاين احتكاك بين الجيش وبين البنية السرية وغنقول لكم شي حاجة لأول مرة هادي واحد سنوات واحد جوج ديال سميهم شخصيات ديال عالم الصحافة شو عندهم واحد قويات في الجيش المغربي زاروهم جوج ديال الشخصيات عائلات ديال شخصيات مهمة في عالم سميهم ديال الصحافة ولا ديال حقوق الإنسان الأول ديك مسؤول في الجيش قال ديك الشخصية الأولى قال لها قل فلان فلاني احذر راسو من البوليس السياسي هما موراه وديك القيادي الثاني قال لديك الشخصية نيشان هذا قال لها هما موراك خصنا نتكلموا معك هاد الشخصيات مع الأسف الشديد ما سمحوا لياش باش نعطي السمية ديالهم ديك الشيء اللي وقع الدكتور مراد صغير وقع باسكو شي ناس شكوا بانه هو عنده باقي علاقه مع قيادة في الجيش المغربي شيفان الجيش المغربي والجيش المغربي ما عنده حتى شي علاقه بديك البنيه السريه شكون غادي يقدر يتهم واحد طبيب يجيب شي ناس مجهولين كيفاش هاد السيد هذا مشى لمستشفى جوج المرات وما كانش عنده البطاقه تاع الوطنيه ديالو ما كانش عنده تليفون كيف جات السيد هذا اللي المره الثانيه ظهر 11 نوفمبر قال لك ما كيقدرش يتنفس مشى للمستشفى على رجلو دخل على رجلو دخل واحد المستشفى
ما طلبوش منه البطاقه تاع الوطني ديالو، وكان هو كيتكلم في ديك الوقت، واخا قال لك الحاله ديالو كانت متدهوره، لا كان كيتكلم، وكان قال لهم انا طبيب، هادشي اللي خاصو يقول. ديك الساعه غيتعاملوا معاه باحترام، كيفاش السيد دخل هكا باش يداوى؟ وما كانش ملح بحال المره الاولى ديال 8 نوفمبر، قال لك دخل على رجلو، هادشي كتقول النيابه العامه. والدكتور هاد الصغير، الناس كيعرفوه كاملين في طنجة، أنا سولت بزاف الناس في طنجة، كلشي كيعرف الدكتور مراد الصغير في طنجة، وماشي غير كاع في طنجة، في المغرب كامل، كيفاش ما عقلو حتى شي واحد؟ والدكتور مراد الصغير الله يرحمه كيعرف بزاف الناس، باش في ديك لي زوبيتو كاملين ديال طنجة، الدكتور مراد الصغير كان متبوعه. من ديس ديال من الارجي ديال طنجة، كيعرفو الحياة ديالو، كيعرفو كاع الانتماء السياسي ديالو، ويلا كان عندو، انا ما كنظنش انا عندو انتماء، ما كانش عندو انتماء سياسي، وهذا ديس ديال وهاد لي غونسينيمون جينيرو كل اسبوع، كل اسبوع خصهم يعملو واحد الرابور عليه، على الكليان ديالهم هذا، وكيفاش هاد السيد هذا غبر 19 يوم هما ما قلبوش عليه. غادي يقولوا لي واه ديك التشريح، ديك التشريح، التشريح كيقول السيد، ديك التشريح ما كيقول والو، ديك التشريح ديال الجثة ما كيقول والو، لوطوبسي ما كتقول والو، اللي كان خصها تعمل النيابة العامة هي ما تدفنوش، تخليه في لامورك، القضية فيها بزاف ديال إن حاجة أخرى. الكاميرات ديال المستشفى، كاميرات ديال الزناقي، كاميرات ديال شوارع طنجة، يقدروا يلقاوه. حاجة أخرى عاود، البطاقة التعريف الوطنية ديالو، أنا نقول لكم دابا بالبطاقة التعريف الوطنية ديالو يقدروا دابا يلقاوها، يقدروا يلقاوها، لا سرقوها، الناس اللي كيسرقوا ما كيسرقوش البطاقة التعريف الوطنية ديالو، والهاتف، الهاتف المحمول ديالو، فين هو؟ عاود نقول لكم هنا البوليس المغرب عنده الامكانيات باش يلقى الهاتف المحمول ديال الدكتور مراد الصغير، عنده الامكانيات باش يلقاهم دابا دابا في دقيقه هاد المكانه، واخا يكونوا بدلوا له لاكارت، واخا يكون اللي كان عندهم الامكانيات، اداره الامن عندها الامكانيات باش تلقى التليفون ديال الدكتور مراد الصغير. انا نعاود لكم واحد القصه اخرى، فبراير ديال 2002، واحد الصحفي اسبانيولي سميتو خوسي لويس بيرسيبال ايبانيس، صحفي اسباني في الرباط، كان كنت كنعرفو الله يرحمو، حنا عيطو لي في الصباح، عيط لي في الصباح مراسل ديال جريدة ABC الاسبانية في الرباط، قال لي الله يخليك اجي معايا غنمشي للدار ديال خوسي لويس، علاش؟ قال لي قتلوه، ضربوه بشي صفرا خلاو فيه، مشينا كانت عندو واحد الفيلا، هو بارد ديك السفارة القديمة ديال العربية السعودية، فواحد الزنيقه اللي كتطلع للوزاره الخارجيه، كانت عنده واحد الفيلا تما صغيره، واحد الزنيقه تما، ومشينا دخلنا لقيونا السيد مسكين ملح في الارض دمايات، سولت واحد السيد قال لي شكون نتوما؟ قلت له احنا صحفيين كنعرفو الصديق ديالنا هذا، قلت له الزميل ديالنا مات في 2002، وقال لي ديك الضابط ديال الشرطه، قال لي هذا اللي قتل هذا الزميل ديالكم غادي يلقاوه، قال لي ثلاث ايام لقاوه، ولقاوه في يومين، علاش؟ باسكو كان دا التليفون ولا دا شي حاجه، ما عرفتش، لقاوه في يومين. مات الاخر 2009 2010 في تطوان باب مقابر، كان واحد سفير اسرائيلي سابق في الباراغواي، هو من اصل مغربي الحق باش يمشي تطوان، جا باش يتسارى في تطوان باب مقابر، مشى لديك المقبره اليهوديه باش يزورها، وكان جاي وداو له البسطام، سرقوا له البسطام، غادي يعاود لي واحد مسؤول ديال الشرطه تما في تطوان، مشى عند البوليس قال لهم سرقوا لي البسطام، كي سرقوا البسطام قال لهم انا سفير، ما سفير
انا اسرائيلي مسافر مغربي من اصل اسرائيلي، غير هو قال له مسافر كان في الباراغواي، سفير اسرائيلي في الباراغواي. وطلعوا هذوك اللي داروا بالصدم، طلعوا في جوج سوايع الاخوان الاخوات، جوج سوايع طلعوا. دونك شنو هي المعنى؟ نهار اللي ما كتكونش شي حاجه عندها شي علاقه مع المخابرات المغربيه، الجريمه البوليس المغربي كيحلو كيحلو دغيا دغيا، كيلقى شكون هو شكون اللي ارتكب ديك الجريمه. ولكن هذه كتكون شي حاجه عندها شي علاقه مع المخابرات. لا، واحد المثال ديال عبد الله حتاش اللي كان مسؤول في جريده المساء، هجموا عليه كانوا غادي يقتلوه، ما عمرهم لقاو شكون اللي هجم عليه. القضيه ديال رشيد ديني في لاكار ديال لوين سيف ديال الرباط، هجموا عليه ضربوه في لاكار الكاميرات، كان كيكتب واحد مقالات كيسميهم الحموشيات، كاميرات الاخوان في لاكار، ما عمرهم لقاو ديك الناس اللي هجموا عليه. وهادي واحد عام ولا عام ونص، المهندس يوسف الحيرش هجموا عليه، كاين كاميرات الاخوان، القضيه بقى ثم. الناس اللي هجموا عليه، الناس اللي هجموا على الحتاش، الناس اللي هجموا على نينين، الناس اللي هجموا على الحراس، ما عمرهم لقاوهم. علاش ما عمرهم لقاوهم؟ علاش هما من الدار من الحانوت. الوغ ملي كتكون شي قضيه ما عندها حتى شي علاقه مع المخابرات، البوليس كتقدر تلقى لك البطاقة، عندها الإمكانية باش تلقى البطاقة التعريف الوطنية ديالك، وعندها الإمكانيات باش تلقى ال سميتو ديك التليفون ديالك، البورتاب ديالك. الإخوان جوج ثلاثة دقايق يقدروا يلقاوه. وحاجة أخرى عاود، وبعد أنا ما كنفهمش شكون اللي غلق بعدا ديك الحسابات ديال الدكتور مراد الصغير، ديك شبكة التواصل الاجتماعي، فين هما؟ أنا ملي جبت به الخبر اللي هو مات، مشيت نشوف ديك الميساجات، ما لقيتهمش، الحساب ديالو طار، مشيت شفت الحساب ديالو في يوتيوب طار. شكون اللي غلق هاد الحسابات؟ وبعدها فين مشى الحساب في تيليجرام ديال مراد الصغير؟ هو ما تفوقش، قال لك نهار 12 نوفمبر، ونهار 25 نوفمبر جا شي واحد الحساب ديالو وخلى واحد الميساج، قال لك انا غادي نمشي بحالي، انا غادي نمشي. السيد مات، شكون اللي جا وكتب هذا الميساج في الحساب ديالو في التليجرام؟ الوغ كو نهار 25 نوفمبر، الوغ كو هو مات نهار 12 نوفمبر، وفات نهار ولا يومين، وحتى ديك الحساب التليجرام ديال الدكتور مراد الصغير غبا، شي واحد غلقو. انا ما كنظنش العائله ديال الدكتور مراد الصغير هي اللي شدت، هي اللي غلقت ديك الحسابات، ولا هي غلقاتهم هو تعمل واحد البيان تقول لا حنا اللي غلقنا الحساب ديالو في شبكه التواصل الاجتماعي. انا ما كنظنش باش تغلقو بصح يكون عندها لي كود، هي ما عندهاش لي كود. واحد السؤال اخر، القاضي قنديل اللي دابا هو فرنسا، طاح واحد جوج ديال الاسئله، جوج قاضي قنديل قال لهم شكون اللي امر باغلاق الحدود في وجه الدكتور مراد الصغير؟ النيابه ديال وجده. وثانيا كيتسائل حتى هو القاضي قنديل، كيقول لهم علاش البوليس، بوليس اداره الامن مشات عند دكتور مراد الصغير هو ما ساكنش في مدينه طنجه، هو ساكن في الباديه، الجدرميه هي اللي كان خاصها تمشي عنده باش تستنطقو. حنا في المغرب عندنا واحد سوبرمان ديال المخابرات ياك، تكون هاد سوبرمان ديال المخابرات اللي عندنا في المغرب هو عبد اللطيف العموشي، هاد السيد باغي يقولنا حنا دابا كاع كنتسناوه شكون اللي قتل كينيدي، هذا السوبرمان هذا هو الشامبيون كاع ديال المخابرات المغربيه. ايوا سي العموشي، سي تخيسي، اداره الامن،
نيابة العامة بغي نشوفو ديك الشكايات، بغي نعرفو فين هي البطاقة التعريف الوطنية ديال الدكتور مراد الصغير، بغي نعرفو فين هو التليفون ديالو، بغي نعرفو شنو كاين في الكاميرات اللي هي معمرة بهم الدنيا في طنجة المغرب كامل، بغي نعرفو شنو وقع في الحسابات ديال الدكتور مراد الصغير ديك الشبكات التواصل الاجتماعي، بغي نعرفو شكون اللي منع مراد الصغير باش يخرج من المغرب، بغيتو ما نبقاوش نشكو لا في إدارة الأمن لا في البوليس لا في المخابرات لا في القضاء، وجاوب على هاد الأسئلة سهلة. أنا كنقولكم إدارة الأمن بين بي جي تحت هاديك غير هاديك النيابة العامة ديال طنجة الشرطة القضائية ديال طنجة عندهم الجواب، وهو هذا. إلى اللقاء، مع السلامة.